السلام عليكم، عاملين ايه؟ اهلا بيكم معانا في قناة فان ديسكفري. يا رب تكونوا كلكم بخير وسعادة. النهاردة المول ده قريب مني بس بقالي كتير ما جيتش، والمكان ده بقى كان محل هدوم وكده، ولسه فاتحينه جديد، محل اكسسوارات وحاجات جميلة عجبني، قلت لازم اعمل لكم الفيديو النهاردة عنه. ده اسمه اهو، وعجبني الستايل اللي هم عاملينه ده هوت. ونشوف مع بعض الواد انس اهو قاعد اهو، ونشوف الحاجات مع بعض. واسعارهم جميله جدا، دي حاجات مكياجات وكده زي ما انتم شايفين. طبعا انا ماليش قوي في الحاجات بتاعت المكياج، وده للعين وده اللي مش عارفه ايه، اي اخر روج وكحل وخلاص والبرفان. فبص الاسعار بتاعتها جميله جدا، عجبني الروج ده هوت واسمه ب$8. في انواع حاجات كتيره، حتى ده ايه ده برفان. انس اقعد في العربية يا انس. هنا برفانات برضو جميلة جدا، وحتة جميلة. وهنا المونوكير، عندهم حاجات متنوعة كتير واسعار جميلة. شايفين هو ممكن حاجاته صيني شوية اكتر صيني، بس حسها يعني جودتها حلوة يعني. هنا برضو بص حاجات زي دهية المراوح، شايفين المراوح شكلها عامل ازاي. دي سماعات بتاعت الموبايل. هنا المراوح برضك، بص الحاجات دي كمان، ده بازل، واو على شكل بتاعت دبي دي، هي حلوين. ودي بقى هنا برضك انوار لومض يعني كش بتاع ده هوت، اباجوره ومروحه في نفس الوقت، دي تهيالي بتطلع هوا برضه. والماسكات طبعا، ده ماسك قماش $8، ده العادي بالعشر وحدات ب$9. انس تعالى معايا، انس تعالى. دي للموبايل، واو اللي بتمسك بيها الموبايل من ورا ب$4. بص اشكالهم فظيعه جميله. هنا سماعات انوس، دي برضك للكمبيوتر وكده، لومد حاجات لومد، اسعارها حلوه برضو. يا سلام على الصغنطت، جميل ده ب$10. دي سماعات برضو تهيألي، وده اللي هو اللي بتحفظ بيه بنك بيد، ده بنك بيد ايه، زي هارد ديسك بس صغنطت يعني. بص في انواع حاجات كتيرة، انا مش عارفة دي ايه. دي ممكن للبزازات اللي بيعلقوا عليها باين. هنا كمان في البتاعات بتاعت المية والحفظ دهيت، برضك اسعارهم كويسة. انا عجبني شكل المحل بغض النظر عن الحاجات اللي فيه، بس عجبني شكل المحل، حلوة دي الرياضة، اجيب لي واحدة. دي حلوة، دي بكام؟ ب$18. ودي اول ما اشوفهم هنا، اللي هو الساعد بس الوانهم غريبة، ممكن الواحد يجيب من ده. لا بس ده ايه ده، مش عارفة ده عشان العضلات ولا الحاجات الايدين باين. والفوط دي جميلة، وهنا في حاجات كمان داخلية والشباشب، في ب6 وفي ب8. وهنا الألوان والإقلام، الواحد ب$2. بصوا يعني في كل حاجة، دي الحاجات اللي بيحطوها بين الكتب باين. وأنس بيبوظ في الحاجة دي، لعب للكلاب يا أنس. هنا في شماعات، قصدي اللي هو دي انواع شماعات حلوه الشماعات دي. بص بتحط كذا حاجه مع بعض وبعد كده تميلها كده، فما تاخدش مكان في الدولاب. مشابك، وهنا في الفرش، اسعارها جميله برضو، حلو حلو حلو. هنا في لعب كمان عربيات للعيال، وهنا مكعبات. شايفين الترتيب وشايفين الشكل اصلا لوحده جميل. برضه كده لعب، حبيت اخد لكم هنا كده فيديو سريع كده، عجبني المحل صراحة، حلو 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 حلو. كل دي حاجات الستافي دهيت، الدباديب والحاجات على شكل موزة، $13 دي.
وهنا لعب للأطفال برضك، وهنا البتاعة دي أنا كنت محتاجاها للعيال في العربية صراحة. بكم؟ هنا ب10 وهنا ب7 وهنا اللي تحت دي ب12 أو ب13. وإيه تاني عندهم؟ إيه تاني حاجات للمطبخ؟ دول حلوين برضك، عايزة أجيب حاجة للعيال من دول يلعبوا بيها في البيت شوية. بصوا الطاسة الصغنطوطة دي، يا سلام على قد البضاية ب$5. وحلوة دي القطاعة مع السكينة، جميلة جميلة. وهنا بتوع التلج، وهنا في تاني، هنا في الحجارة دي تشارجبل ولا لا؟ كنت عاوزة حاجات. ودي عدة بتاعت ايه العدة دي؟ دي حاجات للكلاب، الحاجات دي كلها. انا عاوزة اجيب حاجة زي كده بس عشان يعلقوا فيها بس لا دي مش حلوة دي، عايزة حاجة رفيعة عشان يعلقوا فيها الماسكات وهم في المدرسة. اخيرا اخيرا راحوا المدرسة. اخيرا راحوا المدرسة، بس لازم الماسكات طول النهار. بص الحاجات دي برضو للكروت والحاجات دي جميلة، ودي للتشينج للفكة. وبرضو بيطلبوا منهم الشنطة بتاعت البطن دهيت عشان يحطوا فيها الماسك. حلوة الشنط دي بقى، يحطوا فيها الماسك الزيادة والاسمه ايه والسانيتايزر. دي شنط للسفر تحط فيها حاجاتك. بص برضو تمنها كام؟ ب9 وفي ب7. الشنط دي حلوة، حاجات عناية بالجسم برضو، في أنواع حاجات حلوة. بادي أويل ده هو ب7، جميل جميل. وشوفوا برضو الجزء ده اللي هو الحاجات الزيوت العطرية دهيت، دي جميلة جدا برضو، وروايحها جميلة جدا، أسعارهم حلوة. وهنا في حاجات اللي بتدفي ايه. شفتوا اتصل على شكل قلب دي؟ عاجبة أنس. وهنا برضك محافظ ب13 دهيت، دي حاجات رجالي واللي فوق نسائي، أشكالهم جميلة وحلوة. دي حاجات للمكياج اللي هو الشنطة بتاعة المكياج. وأظن كده أنا خلصت المحل، هو محل كبير وجميل وفي حاجات متنوعة فعجبتني فقلت اصورها لكم. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ويا رب يكون عجبكم الفيديو ده هوت، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وجميل، ويلا مع السلامه. ونشوف انس خرب في ايه. يلا قول لهم مع السلامه يا انس. بعد ما طلعت من المحل لقيت في المول المكنه دي، عارفين بتاعه البيبسي والحاجات دهيت، دي عاملينها بقى للماسكات ولل سانيتايزر والكلام ده. هو شايفين هنا ماسكات العادية، وهنا مش عارفة ايه، وهنا الوايبس، وهنا السانيتايزر، وهنا ماسكات للأطفال وماسكات للكبار. وبعدين بيقولك عاوزين تعرفوا السعر بتاعتها، بتتدخل الرقم اللي موجود عليها، زي مثلا انا عاوزة بشوف بتاعة الأطفال دي بكام، دي رقم 64 46 قصدي، هندخل هنا 46. استنى انا، هيطلع لنا ب13 او ب14 دولار. طيب مش عاوزين دي، عاوزين بتاعت النساء دي 3 4 ب17 دولار. بعد كده بتدخل الفيزا بتاعتك والحاجة وتشتري. الخطوات اهي، بس فكرة حلوة، فكرة حلوة، بس اسعارها غريبة صراحة، اسعارها غالية جدا. بس دول هما ال washable اللي هو بيتغسلوا بيتعمل وينزلوا لك من هنا بقى. اختراعات والله، الناس كسبت من موضوع كورونا ده بتاع الماسكات قد كده. يلا انا قلت ازود لكم الحته دهيت، عجبتني وغريبه. واشوفكم يلا على خير، مع السلامه.